غسل ماغن عسلامة، مرحبا بكم في الكلوب تاع الألمان. اليوم أول حصة، دونك باش نعمل فورماسيون أن ألمان. دونك معكم مريم بسيدة أستاذة الألمانية. باش نتعلمو اليوم حاجات معناها لي باز لي زابيسي تاع الألمان. نبداو مع بعضنا. أول حاجة لازمنا نعرفوها هي دي بيغروسونك. دي بيغروسونك هي تحية، بيغروسونك. بي دونك تحية، باش نبداو في الصباح شنو نقولو؟ Guten Morgen. Guten Morgen. كيك ما حكيت من الخمسة للعشرة متاع الصباح نقولو Guten Morgen. أوكي. بعد عنا Guten Tag. Guten Tag تتقال من العشرة، ما حتىش نقولو احنا الستة متاع العشية نقولو Guten Tag. ما عادش نقولو دونك العشرة، ما عادش نقولو Guten Morgen، ولي نقولو Guten Tag من العشرة حتىش للستة. باهي العشية تو من الستة واحنا ماشيين حتىش الليل نقولو Guten Abend. Guten Abend. Beh, fama blais fi Almanya yqulu Grüß Gott fi sud l'Arabia, hein? Grüß Gott. Fama fi l'shamal yqulu Moin. Hadiya fi koul l'awqat yqulu Moin. Beh, fama Grüß dich. Hallöchen. Hallo. Beh. هذوما مش ميتقالوش الناس الكل، هذوما informal. انا هل الاصحاب واحد تعرفو، واحد يقرا معاك نقولو هالو. هالو، ما تقوليش واحد اكبر منك وما تعرفوش، معناتها هي دي انفورمال تحيه. هالو، هالوشن، كيما هالو، هالوشن، غروس ديش، ماين. ماين دي تقال في الشمال، مش البلايص الكل في المانيا يقولوا ماين. ديجا اللي يقول ماين يعرفوه هو من جماعه الشمال، اما هي تحيه راهي ماين. غروس كوت كيف كيف، كي واحد يقولها يعرفوه اللي هو من السود. باهي، فما هذوما غوتن مورغن، Guten Tag, Guten Abend. هذو ما تنجم تقولهم الناس الكل وأوفيسيال، معناتها أستاذك يقرا فيك، جارك كبير أكبر منك، واحد باش تحترمه عارفك في الخدمة. Guten Morgen, Guten Tag في الوقت متاعو بيان سور، und Guten Abend. وكيما تفهمنا هذوما تحية للأصحاب كل شيء كيما في الأونجلي هاي كل يا. أوكي نمشيو توا نشوفو Der Abschied. Der Abschied, Leute, ja, so. Anna, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiederhören, tschüss. Ja, du mal kurz ein bisschen mehr. Auf Wiederhören, الفرق بينها وبين auf Wiedersehen, اللي هي في تليفون. Auf Wiederhören, ne? تقالش معنى هيك وانتي عبد تشوفي. Auf Wiedersehen, وانتي تشوفي en direct, قولو بسلامة. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, كي تجي تعلق تليفون. Tschüss, تتقال في كل أوقات بسلامة زي ده tschüss. بيه. أنا تشاو, تكتب زوز طرق كيما تحب انتي. تشاو هذي مكتوبة بالإيطاليان وهذي تشاو متاع الألمان. أما هي تتقال كان في بسلامة في الألمان, مش كيما في الإيطاليان تتقال في عسلامة وبسلامة. Ja? Ciao, تقال كيما tschüss. باي باي. Bis bald. Ja, إلى اللقاء قريبا. Bis bald. Bis später. تبدأ واحد مش تشوفه بعد شوية. ما أتوت كيما نقولو احنا. Bis später. Bis morgen. À demain. OK. Good. اللي عنده question ولا حاجة يكتب ليا قبل ما نتعداو. واضحين هذوما؟ بي قعدت آخر واحدة اللي هي Gute Nacht. اللي توها Gute Nacht هذيا برشا ماشي في بالهم مع السلامة. لا هي Bonne Nuit. تتقال كيما في الليل. واحد باش يمشي يرقد. مش معنى بسلامة أما في الليل معنى بون وي كي شو قد مش تودعو انت تقولو بون وي غوتي نخت alles klar واضح هذوما نحفظوهما good مشيو حاجة أخرى بيه توا كان سمعتوني معناتها فما نطق سبيسيال شوية في الألمان heureusement معناها الحروف ما يتبدلوش كيما نعرفوهم في الفرنسي في الكتيبة نقصد في النطق فما شوية تغيير مش برش دونك لهنا عملنا تابلو فيه حطيتكم معناتها الحرف كيفاش يتكتب ومن بعد كي اونت برونتيز كيفاش ننطقوه اوكي ومن بعد عندنا اكزامبل عطيتكم الأغلبية سو سون دي نون اسامي نتاع عباد باهي نبداو دونك ا تقعد آ كيما في الفرنسي يعني نطقتها آ كيما الفرنسي بالضبط أنتون اسم واحد هذا أنتون بي كيف كيف بي عادية متاع الفرنسي بيعتا مشيو اللي بعدها اللي بالأحمر هما اللي يتغيروا دونك عندنا سي ما اسمهاش سي كيما في الفرنسي قوش عليها فما تي قبلها هنا كيفاش ننطقوها راهي مش كيفاش تتكتب نكتبوهم الحروف هذوما يتكتبوا هذه النطق اللي أونتر بارونتيز دونك سي كيما سيتيليا سيتيليا يا تي اوكي دي عاديه كيما فرونسي دانييل هذه اي معناش او في الالمان لا قوش عليها اكسون اي ايمانويل اوكي اف
كيما الفرنسي ما تبدلتش اف فريتري جي غوستاف جي هذه ما اسمهاش جي في الالمان ماهيش جي راهي جي غوستاف ها دونك الهاش اسمها ها هاينري يا اي كيما انغريد كيما الفرنسي تقعد تقعد اي انغريد بي الحرف هذا اسمه يوت ما اسمهاش جي اسمها يوت يا تتنطق كيما الايغريغ ياكوب ما نقولوش جاكوب ياكوب الحرف اسمه يوت كيجي في الكلمه نقولوا نقولش عليه هي ياكوب كا كونغاد كا ما تبدلتش اللي ما تبدلوش هون بنوار ما تبدلوش كيما الفرنسي يعني كونغاد ال لاورا ام مارتين ان ناتاشا او اوتو هذوما كلهم سي سون دي نون اللي يسال راهم هذوما اسامي ماهمش حاجه اخرى بي بيتا اوكي بي نشوفوا هذه هي الكولون يولي اسمها كو وهي كيكه مكتوبه كو يا كيرينا كفيرينا الاسم نتاعها كفيرينا اوكي الار ار عاديه وماذا بينا في الالمان نطقوها ار كيما رافائيل نيش تفالش موش غالط يقول رافائيل أمام من الأحسن سنتو بيها من طول نتكلمو بالغا أحسن رافائيل إس تقعد إس كيما ماتياس تي كيما توبياس تي بي نجيو لهنا تو الأو هذه ما عادتش أو كيما في الفرنسي لا تتكتب أو ننطقوها أو أو كيما أولغي هذا اسم زيدا أولغي ب دبليو هي الفاو يعني ننطقوش عليها اف في الكلمه كيما فاتا ماي فادر بالانجلي فاتا بالالمان اوكي ماين فاتا نقول واضح دونك ما نطقتهاش في عباره اف واسمها فاو هي في الالفابي اسمها فاو فاتا دبليو هي الفي نتاع الفرنسي ريتا دبليو هي الفي مثلا هذه تولي فالتا بعد عنا إكس تقعد اسمها إكس يا ستنو هنا كزافيا كزافيا بي إذية تولي اسمها إبسيلون ما عادش إجريك اسمها إبسيلون ما تتكتبها كيكا أما نقلوها الاسم متاحة إبسيلون وفي الكتيبة متاحة مثلا إذية نقلوها إيفونا نقولوش إبسيلون إيفونا لا لا هي في الألفابي اسمها إبسيلون كي تجي في الكلمة كيما الإجريك العادية إيفونا بي هنا تسيت ماهيش زي معناش زي تسيت تتكتب زيد هي اما نقولها تسيت مثلا هذه تسيفانيا اوكي تسي تسيفانيا هذه تسيت انا حرف جديد كهو في الالمان هذايا كي تكتب كيما البيتا راكم قاعدين نشوفوا فيه هذا ما هو الا دو زيس هذوكم في الحقيقه يا والاسم نتاعها الاس هذه اسمها اس تسيت يعني عباره على دو زيس هي في النطق كي تنطق في دو زيس اوكي اما نكتبوها كيكا Straße, par exemple. Straße هو الشارع. La rue. بي. ملا تو مش نعاودو من بعضنا. مش نعاود لكم جوست الحروف كيفاش ينطقو الألفابية. دونك. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z und S, Z في الأخر. أوكي؟ فماش شكون يحب يقرأ لي الحروف هذوما نشوفوا سافا أو نو. ب خليل. أي تقرأنا الألفابي. أوكي. دونك A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z, S, Z. Sehr gut, ja, du gesagt, très, très bien. دي الى حد الان هذوما نعرفوهم بي شو نشوفوا توا حاجات سبيسيال شويه كتبت لكم هنا اختونغ معناها فيت اتونسيون اختونغ بي فهذوما حاجات سبيسيال شويه هذوما في الالمان احنا تفهمنا الحرف هذايا اسمه ا هكا ولا لكن توا قاعدين نشوفوا في دو بوان فوقو هذيك تتسمى اوملاوت دونك الحرف نتاعنا ولا اسمه ا اوملاوت
يا بي علاش ا املاوت معناه راهو مش يتبدل النطق نتاعو في الكتيبه نكتبوا ا عليها دو بوان لكن في النطق عباره مش نقولوا اي هاني مكتوبه ذي الانتر بارونتيز ديما هو النطق نتاعو اي ما عادش معناه هي اسمها في الالفابي ولا كي تجيك يقول لك ولا الاستاذ يقول لك اكتب ا املاوت يعني ا فوقها نكتين هذوك يسموا املاوت هكا دو بوان ا املاوت فهمنا في النطق نتاعها ما عادتش ا ولات اي في النطق مثلا كيز الكلمه هذه ما نقولوش كاز لا غلط كيزي اللي هو الفروماج كيزي احنا مانيش نشوفه توا في المعنى بقدر ما نشوفه في النطق نتاعنا فهمنا الا وعليه دو بوان ما عادتش ا عاديه ولات عباره اي كيزي كيف كيف هذه هي او احنا تفهمنا اللي هي او وعليها دو بوان واسمها يولي او املاوت او املاوت او فوقها دو بوان النطق نتاعها كي الفرونسي او رجعت الاو نتاع الفرونسي اللي نعرفوها احنا عاديه وقتاش كي تبدا فوقها دو بوان ما فوقهاش دو بوان او قيد فوق دو بوان ترجع او مثلا هذه ناتورلي يا ناتورلي معناها مثلا واحد يقول لك بيان سور يقول لك ناتورلي ها او ريت نتقطع او علاش خاطر فوق دو بوان كي ما جاو شاك دو بوان نتقوا او اوكي تفهمنا فيها من بكري بي عندنا توا او فوق دو بوان تسمى او املاوت والنطق نتاعها عباره او مثلا بوز ها ما نقولوش بوز ناين فالش خاطر فوق دو بوان ولات او في النطق هي اسمها او املاود وننطقوها او بوز بي. كيف تعرضنا توا مش تعرضنا في برشا كلمات عنا اي وراها اي ها اي ومن بعدها اي عباره اي تعيط اي مثلا هنا بينا ما قلتليش بيان ولا حاجه لا بينا بينا دي بينا هي النحله بينا اوكي بي. عنا هذوما توا اي وبعدها اي ولصقتها اي والا ا وبعدها اي عباره اي في النطق اي كيما اينس اينس هي ا معناها اينس كي بدها تحسب للمون تقول اينس واي واحنا ماشيين اينس و اي كيما كايزا كايزا هو القيصر ريت قلت اي اينس وكايزا اي ومن بعدها او اي ومن بعدها او اي تولي كيما ناي حاجه نيو جديده ناي فريند ماين فريند يا معناها صديقي فريند A ومن بعدها او عباره او كيما فراو فراو معناها مدام فراو فراو بن سالم فراو بن محمد فراو معناها مدام بن محمد فراو بن محمد فهمنا فراو او هذه او بجنب او مش كيما في الفرنسي او في الفرنسي لا في الالمان او فراو توا ا املاوت ومن بعدها او عباره اي كيما ترويم 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 دريمز احنا حشتنا بالنطق توا ترايم عباره اي فهمنا بي توا مش نشوفوا وقتاش الشي في الالمان برشا يقولوا شي بكلها شي 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 بكلها خا 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 الالمان بي نشوفوا وقتاش ننطقوا الشي في الالمان كي تجي اس ومن بعدها بي في الكلمه الاس هذيك تولي شي فهمنا اس ومن بعدها جايه بي الاس نطقوها شي مثلا سبريشن سبريشن بارلي الفيرب سبريشن ريت قلت شي ما قلتش اسبريشن ليه غلط هذه ولات شي خاطر بعدها بي هذه تولي شي سبريشن سبريشن زي دويتش ولا كي سبيك جيرمان سبريشن سبيلن تو بلاي سبيلن بي الاس كيف كيف من بعدها تي تولي الاس هذيك تولي شي كيما شتاين شتاين كيما احنا نعرفوا اينشتاين زيد اينشتاين اينشتاين هذاك معروف العالم اينشتاين دونك هذه شتاين كلمه شتاين هي معناها لا بيير حاجه معناها شتاين Straße, Straße, شارع عرضتنا بكري S و T ريتا ولات شي معناه S و بعدها بي وإلا S و بعدها T نتقوها شي في الحالتين أوكي بي شوف شنو عنا توا عنا S و T و H ثلاثة حروف ورا بعضهم S و T و H نتقوهم شي حتى دوما شي كيما شولة أو شي عسى عليها شي قوية شولة شرايبن شولة هي سكول شولة شرايبن إكرير معناه شرايبن بيه تو شوفوا لهنا عنا C و H و S نفس الحروف تاع بكري ما مش نفس الترتيب بكري S C H تو C H S هذه تولي X هذه في أغلبية الأحيان تجي في آخر الكلمة كيما فوكس فوكس ثعلب فوكس زكس نوما زكس ريتوا وليت X هذه X وهذه X نجم نكتب لكم حتى لهنا اللود هذوما ثلاثة حروف ولا يعطيو إكس هذوما زيدا يعطيو إكس زاكس فوكس
فهمنا بلاد اكس بيه. نشوفوا توا عنا الاس، الاس تقرا بزوز انواع. بيه شوفوا الكلمه الاولى الاس، وقتاش ننطقوها اس تقعد اس كيما الفرنسي، وقتاش كيما كلمه بوس اوتوس في اخر الكلمه، في اخر الكلمه اس، واضح؟ لكن فما كلمات اخرين الاس تولي زيد، وقتاش كيما ليزن كيما زندغا، يا اما في وسط الكلمه والا في اول الكلمه. اوكي ننطقوها زيت، زيت متاعنا متاع العادية متاع الفرنسية، ليزن اللي فيها ز، ليزن زاندرا في أول كلمة في وسط الكلمة ز، واضح إلى حد الآن؟ ها ب عنا توا تسيحة بكري عنا إس تسيوها نطقناها شي قوية، توا تسيحة كهو نطقوها شي، إما شي خفيفة. وقتاش الشي هذي شي خفيفة؟ كي تبدأ قبلها قبل السيها فما إي وإلا إي وإلا أ أم لاود وإلا أي هذي وإلا أي هذي وإلا أو أم لاود وإلا أو أم لاود وإلا إي، نطقوها شي سيها. مش نشوفو من بعد سيها مش نطقوها خا، بيان سور حسب الفويل اللي قبلها، كي نقينا الفويل هذوما تو نطقوها شي، كي نقينا الفويل هذوما باش تنطق خا. وتو معناها من غير ما تخافوا بشوي بشوي في قسمة السنس وتولي ترجع تقول نطقناها هيك خاطر هيك خاطر قبلها اللي فوايل هذوما، ولا نطقناها خا خاطر قبلها اللي فوايل هذوما، وتتحفظ بشوي بشوي انت تسمع الاستاذ شنو يقول وتتحفظ.